علي عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ملأ، فقال سلمان رحمة الله عليه: ألا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه؟ فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لا يخبركم بسر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيره، وإنه لعالم الأرض وربانيها، وإليه تسكن. لو فقدتموه لفقدتم العلم وأنكرتم الناس.